السلام عليكم مشاهدين ديالنا، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو وحصكم حتى شي خير. صراحه شكرا بزاف على الدعوه ديالكم اللي دعيتوا معايا الفيديو ديال البارح. والله الا حسيت براسي اني انا عزيزه عندكم. ودخلتي مسكينه ملي شافت ديك الفيديو، جات على النهار شافت ديك الفيديو كازيالا صافي مريضه مفوته والله الا مسكينه جات لعندي قالت لي الله يشافيك وهادي، ثم عارفين هي مسكينه حتى هي مجربه بالحماله د التوام. دائما نقول لها بنتي على الصبر وصعيبه، ودابا ربي يفكك بخير وعلى خير ونخليها تهضر معك وكتوم. السلام عليكم المشاهدين، كيف انتم اولادي؟ بخير وعلى خير، ونحبكم وكونوا بخير، ودعوا لي مع العروسه ديالي تفضل الله ربي الاولاد والى اولاد صغارين وهي صغار منهم، ونطلب ربي حبيبي يعوضوا على بني امين وفكوا ربي على خير المراه ديالو، وباش بطلوا فهاد وليداتو ويطلعوا مع كتافو، وطلبوا ربي ما عنده شي ولاد وربي يفرحوا بهم امين، وعندو حبال وربي يخليهم له. شحال ديال الناس قالوا لنا دعاو مع سلمى، شي يقول عنده الامتحان، شي دعاو مسكين الله الى حق كل واحد بالمزيان كتاب الاحباب جميعا. الله تعالى وتبارك يفك المحصور والمقهور، والتحيه للناس مني الكل، للزهره الصغيره زهرة ستيت وزهرة كبيرة والهاشمي وفضيل وزهرة والحبيبة ربيعة، وتحية للناس من الكل كامل اللي واقف معنا برا الخارج وداخل الخارج، مرحبا بها. بغيت نقول لجميع المشاهدين، جميع المشاهدين اللي يقبلنا واللي يحبنا واللي واقف معنا. شوفي المشاهدين دائما يقولوا لي سبحان الله العوز ديالك مقبول، يسقسي والله لا الله يطول في عمرهم. الله تعالى وتبارك يعاون القريب والبعيد. جابتنا مسكينه برجلها هي. صغيرة مسكينه وداوها في بعض الرجلات الصحراء. الرجلة باش ترجع ليا الرجلة. صرت مفوتة ومريضة بزاف ومجيت وانا بالي معاها، والله العظيم الا خرج ما تقلب ليش الدعوة والهبه معاها. فضل ربي وليداتي. امين يا رب. الله تعالى ويعطيها ربي شي وقفة سهلة من عند الله. وما شفتي الاصلاحات كيف انت كايمة؟ هذا الشيء جاني من زول من عند الله، وندعى معكم صبب الي لاباس عليه. يرحم والديك. ويعرفك ربي على خير الوليدات، ما خصني بو رجفه، ما خصني بو حسيفه، ما خصني بو فجعه. الناس كبارين سبحان الله يبقاو في الحق يجي هما. والله يبقاو يخافوا. قلبي ديالي مشي مقلس. نطلب الله والنبي والدعاء للمشاهدين الحبايب يعاونونا. الله يرحم والديك. ما قولي ما يكونش هذا ولاد بنتي، ما قولها ليش يشوف ولادي. الله تعالى وتبارك يوقف معاكم، دعوا معنا. الله يرحم. في هدايتها ولدت انت عاد قلت لنا. حفظتها. عيط له. والحبيب ديال الحبيب مسكين عاون الله يعاونو، دري واش ما عندوش شي ولادو. الله يرحم. الله تعالى مسكين يفرحوا بها. امين يا رب. الله تعالى يفرح اللي عنده الكبده ديالو مشويه بها. اجايتها ياش؟ اجايتها. الله يرحم. الله يرحم. هاجي وقفة فين انت، خليت كلشي مشى للغايز، هاجي فين ودار مع المشاهدين وكذا. لا مشى ديالي الله تعالى وتبارك يحيي المالك. هذه من البارح خالته هي لاصقه فيا هدايا، قول لي بالا نمشي لطنجة وتسمح فيه. لا اولادي وربي يعاونكم والله تعالى وتبارك، تشد الخير مني. هذا كبير قيد هنايا صلى الله. احنا سكسفنا شوية على الحالة وكذا. صلى النبي انا هذه 15 يوم انا غايبة، توحشت العيال وابني وعروستي وداري ومكاني. عاود نمشي لعند المشاهدين المساكين الدراويش، عاود الناس المساكين محروقين على ولادهم، ربي يفرحهم. امين الدراويش. الله يفرح كل محروم. الله يفرح ولادهم، ما عندوش ولادهم، كي هذا ولادهم نادم ما يطفيها لا ما لا نعم. حرقه الحرقه في القلب. هذا الرجل خص لها اختي جابت خالتي، وعند واحد المراه مسكينه طلقت لها ديها لسلمى. اللي سلمى تعجبها. هاك عندنا الرجل داكله. ايوا خص لها اختي، وانا قلت هي ما كتبانش زعما نقطع معكم الرجله نعمل معكم فيديو باش ما نتعطاش. انتوما اصلا دائما نقولوا لها سلمى صور معنا دائما، ولكن اخذي الطاقه ما كايناش. عاصم خلي الله هي الله هي الحاله ديال انا حاسه بها. يكون سيدي تبارك الله ساعه كبزين ولايك باش تكون من القناه في الدوره. الناس دعاو معايا قالوا لي الله يشافيك يا. خليناكم زايد درازي. درازي حشت عزيزه بزاف. السلام عليكم المشاهدين ديالنا، انتم لاباس عليكم بخير طيبين؟ ها عزيزه جات توحشت. مرحبا بيا. توحشت بزاف. يا الله يخلي لك عزيزك. امين يا ربي العالمين، يخلي ربي يماك وبابا. ها شي دعي دعي؟ عزيزه انا. كم عزيزه؟ هي يما انا.
صافي رضا ليك هايدي با ما لحقش عزيزه هي لا ما لحقتش حقت عزيزه الصيه ما لحقتش لا عزيزه العزيزه الله يرحمها مسكينه جوج بيها ما لحقتي جوج تمشي انا لحقت ديب حسين لحق عزيزه دبابة حقت على البلاطو استحد عزيزه البلاطو البلاطو باقي اي لحقت الجو واعر مع تبع غسية الجو مخير مزيان شوف هذا جو شوف تعرفنا اللي سرالي يجي في الضوء ياه القوي عبد الواحد ما يقدرش يهز الميسي هذا منفوز انا المتابع عندي علي والله لا تهز معك ها فوزك هاي شوف هاي هذا بسم الله الرحمن الرحيم هي الرزق لا من الكرسي ما تحتوش ما نحتا انا بنيت فاشوق لهم حتى لا قاعدين زيدوا مع الحسن بلاطه زيدوا ديك النهار مسكين البارح عبد الداني للطبيب حوالي عمقي يعني الله ما كان خدام لي كان طريق لي كان كافرات تلكت لخالتي دابا دي أجي قال لي شي أرجع لها ما شاء الله بي حبيبي تاك كل شي دخل هذا الله سبحانه وتعالى أجي زيد أجي فين تفضل أنا إبنك بني جورنتان زايد شد الرزق هذا ولا شد حمق عليه شا أخوتي بدي رجع لي واحد الجليسة مزيونة هنا عدى لي يقول سي بحال اللي جالس في اسطنبول احنا جالسين في اسطنبول والله انتوا تفرجوا فينا في القاره زوجي العوال الحبيبه داليه لا باقي لا صلاه النبي باقي لا دابا دابا نجيبوا الحذايت لا باقي لا الحذايت لا ما البرود خدي واحده علاش ما كملتهاش والو اختي باقي لا لسه تسالوها رحتي شحال دات نادي ولا ها خلي الله والله الله يليك الله يخلي الصحه هاي معقي لا ارطاب ارطاب ويلي 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 لا ارطاب ان شاء الله هذه اختها سلمى كوثر تحيه لكوثر تحيه لكوثر ومحمد راجل دياله ووليداته ويماها العائله ديالها اسماعيل لا يماها يا نسيبه ديالي ولا كان ويماها صافي صح تحيه لنسيبه انا زعما بقيت انا قلت نسيبه رجعت 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 عندكم بحال حلو ما خصكم تقولوا هذه لا اين هو انا انا عندي الجير هنا يا خوتي ها هو كما شفتوا في الزكتو اختي دابا تعمل لي شي درابي دابا الغرا هي هادي كما قاس البارح كما شفتو الدرابي الله يعطيك الصحه يا رشا دابا بقى هاد الدرابي بويا ها هما المهم ديار ديال الجبال فيها متماري فيها ماي والله الا فيها شويه شويه كنصحو الدار ديال الوعاظ انت واخا راك ندرسك تصلح حنا فيها دابا انا قلت المر خصني نزرع باش في العيد يكون عندي بعدا الدنيا هذه نقيه ما بقاش تبان الدنيا ماشي في العيد في العيد ما ما كيقول لنا خصها في دوده ها الدنيا واعره انا بغيت انا تاع العيد ولا تاع انت تحيه للمشاهدين تحيه للضال تحيه للهاد معانا المشاهدين ديالنا القريبين والبعيدين مرحبا بها معنا الله دعوا معنا غير ما عبد مسكين والله الا سلموا عبد وعوينا ودعوا معنا والحباب ديالنا اللي هنا بعدهم علينا داخل الوطن وخارج الوطن من ما من اللي هنا ومن ما من لهن كلشي الاحباب ديالنا اي ما على الرجل اي والله انا خطيها مع لينا اه بنت وحشت ولادي ولادي مراضبني اخرى والاحباب كاملين تحيه لعبسه والمراه ديالو والحسين وولاده والنوال تحيه للاسره ديالي كامل الله يهم وين تجيها باش تلكت لك عنقه بالزيت بالتوريا خالتي مسكينه فيها البركه اللي هذه دعي معايا المتابعين والله يديك هذا ما معكم عبد الله من الشوب وقاصة شا أنا مجلجلة فانتي مجلجل هذا معنا هذا ما يعيب على هذا يا المسلوخ هذا عيال المدبوحة زيتوه كيف كيف يا مسلوخة أنا مدبوح ولكن هو بيدوا أنتنا ربنا تايا بالدواء ها تايا وتايا يا طبيعي يا تسمى عندها ديك شي طبيعي أنا لا هي واقعي هالشي عند الله تمام يا خم عبد الله خلتي يقول لي وبيت انا انا اللي مشيت له
هذا عبيها الفوق البوطان. هذا مشي للسوق دابا. كاين هذيك السخرة. أنا مسامد باقي خصنا نجير. أنا ديك التفونكو قال لي هدايا مسامد. إن شاء الله. ياك أبا. يلا يلا ندخلوا بحالي. يلا دخلوا. سالات المهمة ها. الليلة المتابعين حنا بدينا فيديو تاع العشية. طاري تكمل غدا في الصباح ولا. المهم نتوما تبعوا معنا وصافي في فواز بارطه كمله. صباح الخير مشاهدين ديالنا، كي صبحتوا مزيانين نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير. المهم كما شفتوا دابا جبرتوني على السفر ان شاء الله عند الطبيب ديالي اللي هو اختصاصي كما قلت لكم دائما انا كنجوز في طنجه. ايوا دابا ونشوفوا شنو يعيقوا لنا ان شاء الله. ها انتم مع الفيديوهات ديالنا ونتمنى الله يعجبوكم ودعيوا معي صراحه. خليت هدايا ومريان ماشي مفتونه ولكن خليتهم مع اختي ومع جوزتي، وديت معايا البطل ديالي هو زيد. ياك زيد. السلام عليكم مشاهدين ديالنا، نتوما لاباس عليكم؟ كي جيمو لايك دار صبرتونا ماشي لطنجه ماشي مع ماما. ايوا صافي، نتمنى من الله ينالوا الاعجاب ديالكم وتقولوا علينا في هذه الفيديوهات الاخرين، وبالسلام عليكم وتهلاو في راسكم وكملوا معنا ان شاء الله. المهم هذه نهايه الفيديو ان شاء الله. نبدا معكم ان شاء الله يا ربي الفيديو اخونا ان شاء الله بحول الله. يلا يلا شد قايلي ها انا عجز نصافى. يا عندك ما دير درع منك حقي دعيت نرجع له للدار راه تحكم. حنا راه قلنا لك البلاصه الله ورا تم الوساده وكل شيء ديالك. ها يلا